طبعا في جزئية بسيطة بس، ممكن بدل قصة التايمر بتاع السبيركر ده ممكن نستخدم في الدروب اوف، نستخدم الاوتوماتيك، باخد كونتاكت من اللي هو لو يو واحد اقل من يو اتنين او يو اتنين اقل من يو واحد مع بعض التوازي مع بعض. بعمل هنا صفحتين في الفريجة تو بيش، اول بيش بعمل اللي هو ان في مشكلة في فولت، اول فازة اللي هي الريد باخدها 66 اللي هو اول سايد، السايد الاولاني باخد الفازة يلو على ان هي السايد التاني الناحية التانية 30 فولت، فكده في اول بيش فيها مشكله هيروح الكونتاكت اتلقط على طول. لما يحصل دروب اوف معناها ان الوضع بقى هيلسي 66 في البيش 2، بعمل البيش 2 ان هو هيلسي وبحطه اي زمن مش مشكله عندي، ده 5 ثواني الاولانيه بعملها ثانيه واحده وبقول له ان الزمن عندك الماكسيموم تريب طبعا هيكون 525 ملي سكند. فالبيش الاولانيه زي ما احنا شايفين كده على ثانيه واحده، وهنا مش عايزين ستوب فول هنا خالص، وبعدين باخد الوضع سيكونس واعمل تريب. فاول حاجه بيعدي ثانيه شايف مشكله، وبعدين يروح جاي فاصل في الثانيه بعد ما يعمل دروب اوف في دي 9 مللي سكند. وبكده يبقى احنا ايه قدرنا نختبرها من غير تايمر خارجي. طبعا انا مختار الكلام ده من صفحه جنرال في الفريجه، اللي هي الفريجه لو جيت استخدمت الفريجه هنا بدوس على جنرال اللي هي ديت اللي هي الجزء ده جنرال، بدوس عليها وبختارها هي تحت الصفحه ديت. بس اختبار سهل جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.